هذه السنة أيضا جمهورية السنغال. إذن الآن تحت تصفيقاتكم أترك الميكروفون لسيد رئيس الجمعية الحاج محمد الهواري فليتفضل. تنظيم هذه التظاهرة الثقافية السنوية التي تتمثل في مهرجان العرائش الدولي للثقافة والفنون والتراث، والتي تشهد هذه السنة إطفاء الشمعة التاسعة تحت شعار العرائش موروث تراثي وتطلع بيئي. كما نسعى من خلال هذه النسخة التعريف بالمؤهلات السياحية والاقتصادية والبيئية والتراثية لجهة الشمال بصفة عامة والعرائش بصفة خاصة. إنه لفخر عظيم لنا جميعا أن يحظى هذا الصرح الثقافي الفني والتراثي للمرة الثالثة على التوالي بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. ومن هذا المنبر نوجه الشكر الجزيل لصاحب الجلالة على هذه الالتفاتة المولوية السامية والتي تتجدد للمرة التاسعة، وفي غمرة احتفالات الشعب المغربي بالذكرى العشرين لتربع عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الكرام، إنه موعد يضربه سكان مدينة العرائش وإقليم العرائش للتعبير عن فرحتهم وعن تشبتهم بأهداب العرش العلوي المجيد. هذا العرش الذي صنع ملحمة خالدة لبناء دولة ومغرب حر قوي بمؤسساته وبسيادته. إنها فرصة كذلك. شكرا والامتنان إلى كل من ساهم ويساهم دائما في نجاح هذا المهرجان الذي أصبح من بين أهم المهرجانات الدولية والوطنية. هذا المهرجان الذي يصادف احتفال الشعب المغربي بالذكرى العشرين لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه ومنعمه. إن مهرجان عبد الصمد التنفاوي الذي يقام هذه السنة تحت شعار العرائش موروث تراثي وتطلع بيئي مصدر إشعاع حضاري وفرصة للإقلاع السياحي والاقتصادي لمدينة العرائش، والتعريف بالتنوع الثقافي والتراثي للمغرب قاطبة وتراثه الشعبي المادي واللامادي. كما لا يخفى علينا جميعا أن مهرجان عبد الصمد التنفاوي الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة أصبح له صوت عالمي، حيث استضاف هذا المهرجان على مدى سنوات ضيوف من أفريقيا وآسيا والدول العربية، وعلى رأسها طبعا أشقاؤنا بدولة قطر الذين نتمنى لهم بالمناسبة مقاما طيبا بيننا. كما استضاف المهرجان على مدى سنوات ألمع وأشهر نجوم المغاربة، وتمكن المهرجان من تجسيد كل الطاقات الثقافية والفنية التي تحفل بها المملكة. إن مهرجان عبد الصمد التنفاوي أيها السيدات والسادة يعد منصة للإبداع الاستثنائي للساحة الفنية وأرضية أساسية لإبراز عمق ثقافة الشعب المغربي وسكان مدينة العرائش على وجه الخصوص. وفي الأخير يسرني ويسعدني باسم كافة أعضاء مجلس جماعة العرائش أن أدعوكم لنعيش جميعا أجواء هذه النسخة من المهرجان، وأتمنى للجميع لحظات جميلة وسهرات ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المغربية الشقيقة بكل خير وتقدم ونماء وازدهار، كما توجه بالشكر والامتنان لإدارة مهرجان العرائش الدولي للثقافة والفنون والتراث، والذي تسهر عليه جمعية عبد الصمد الكنفاوي أحد رجالات هذه المدينة العريقة الكبار على هذه الدعوة الكريمة التي وجهت للجمعية القناص القطرية. وهذه المشاركة الثامنة على التوالي تضعنا في خانة الشراكة الدائمة، فشعورنا اليوم هو أننا في بلدنا وبين أهلنا. الأخوة الحضور، منذ المشاركة الأولى ونحن نفتخر ونعتز بوجودنا معكم في هذا المهرجان التقليدي الأصيل الذي يساهم بشكل كبير في الحفاظ على تراث الآباء والأجداد ونقل
ونقله بطرق إبداعية تسهل استيعابه وتنقله عبر الأجيال. كما أن جمعية القناص القطرية هي شريك دائم في تعزيز هذه الثقافة، ونحن حريصون على أن تظل مشاركتها في مثل هذه المهرجانات مستمرة، والتي بفضل الله ثم في فضل توجه حكومتنا الرشيدة في قطر تزيد من الترابط بين الشعوب العربية. مدينة العرائش في قطر، سكنة مدينة العرائش لهذا الدرع، درع قطر، درع جمعية القناص القطرية لسيد عامل صاحب الجلالة على إقليم العرائش. شكرا.